بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات والتسليم على سيد الخلق مولانا وشفيعنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه المنتجبين، وعلى من تبعه وآلاه بإحسان إلى قيام يوم الدين. نبارك لكم أيها المشاهدون الأعزاء وللأمة الإسلامية جمعاء مولد الإمام الثاني من أئمة أهل بيت التقى والعفة الحسن بن علي المجتبى عليه وعلى آبائه وذريته أفضل الصلوات والتسليم. ولد سلام الله عليه في 15 من رمضان في 33 للهجرة. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ينتظر بفارغ الصبر أول وليد لبيت الرسالة، وما أن بشر بولادته حتى أسرع إلى بيت فاطمة عليها السلام فرحا مسرورا، ثم استدعى سبطه الحبيب ليشمه ويقبله ويؤذن ويقيم في أذنيه. حينها نزل عليه جبريل عليه السلام ليهنئه أولا، ثم ليقول له سمه حسنا، فسماه حسنا بأمر من الله عز وجل. روي عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، خير ما نفتتح به المحفل تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز، ومع القارئ المتميز محمود الإسكافي فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. صلِّ وسلِّم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صلِّ وسلِّم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة
فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب
كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العلي العظيم.